مشاهدي قناة ديسكو أمين تي في، مرحبا. مع الصحف نستعرض عليكم ما أفادتنا به موفد القناة من الديار الإسبانية أحلام الخليفيين، لنتابع بعد الفاصل. للمشاركة في القناة لا تنسوا الضغط على لايك، أي جيم مع تفعيل الجرس ليصلكم الجديد، تشجيعا لنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في قناة ديسكو أمين تي في. قضية غالي منقول عن جريدة ليبرتاد ديجيتال الإسبانية. السؤال ليس ما إذا كانت هناك جريمة، والتي من الواضح أنها كانت موجودة، ولكن من الذي ارتكبها؟ يبدو بيدرو سانشيز خلال خطابه في مقر الأمم المتحدة في الدخول غير القانوني لإبراهيم غالي إلى إسبانيا دون المرور بجوازات السفر وبتوثيق مزور من أجل إبعاده عن دائرة العدالة. فإن السؤال ليس ما إذا كانت هناك جريمة، والتي من الواضح أنها كانت موجودة، ولكن من الذي ارتكبها؟ من حيث المبدأ يشير كل شيء إلى وزيرة الخارجية السابقة أرانشا غونزاليس لايا، التي لن تكون قادرة على إنكار أنها أعطت الأمر بالسماح للزعيم الثوري بالطريقة التي فعلت بها. لذا فإن الأمر كله يتعلق بما إذا كانت المفصولة مؤخرا ستتحمل اللوم أو تندد بأنها تصرفت بأمر من طرف ثالث لا يمكن أن يكون غير رئيس الوزراء. على الأرجح هي التي تحمل البومة مقابل بعض الامتيازات، كل شيء يمكن التنبؤ به للغاية، ومع ذلك هناك قطة محبوسة. بادئ ذي بدء، تم فصل غونزاليس لايا حتى يفقد أهليته ولن ترفع القضية إلى المحكمة العليا عندما يتم التحقيق فيها. ماذا يخشى سانشيز من المحكمة العليا؟ لاحقا أبدى الرئيس توترا شديدا عندما قال إن كل شيء يتم وفق القانون، وإن كان العكس واضحا هذه السخرية مبالغ فيها حتى بالنسبة لمنافق مثل سانشيز. وأخيرا هناك الجريدة الإسبانية البايس التي تدافع عادة عن سانشيز بحجج ذكية تقوم على الواقعية التي يمنعها اللا أخلاقي من استخدامها من قبل الحكومة، ولكن توافق مع قرائها. على سبيل المثال، عندما الثورات في كوبا برر موقف الحكومة الفاسد تجاه مصالح بعض أصحاب الفنادق الإسبان في الجزيرة، هذه المرة كان بإمكانه أن يتذكر الحاجة إلى التوافق مع الجزائر أكبر مورد للغاز لدينا لتبرير دخول أغالي، وبدلا من ذلك يقول إنه لم يكن أمام الحكومة خيار سوى السماح له بالدخول لأنه مواطن إسباني. لماذا هذه الحجة السخيفة؟ لم يشكو أحد من دخوله باستثناء الطريقة التي فعلها. يعود المئات من الإسبان إلى إسبانيا كل يوم من خارج منطقة شنغن، وجميعهم يمرون بمراقبة الجوازات، وإذا كان لديهم قضية مفتوحة من المحكمة الوطنية فسيتم القبض عليهم وتقديمهم إلى العدالة. هذا هو السؤال، ليس ما إذا كان مواطنا إسبانيا أم لا، وما إذا كان يتعين على الحكومة السماح له بالدخول أم لا. بالطبع كان عليه أن يفعل ذلك، ولكن أن يتم القبض عليه على الفور لمحاولته القيام بذلك بوثائق مزورة وتقديمه أمام القاضي لأسبابه في إسبانيا. تفتقر حجة الصحيفة إلى الصرامة لدرجة أنها توحي بأن هناك الكثير من عدم الارتياح. هل يمكن أن يكون الرئيس ليس مدرعا كما يبدو؟ سؤال آخر مثير للاهتمام هو أن نرى ما سيحدث للقاضي بيدراز نجم إنستغرام جديد لامع، حتى أنه استدعى التحقيق ورفض اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضده معتبرا أنه لم يكن هناك خطر هروب عندما كان تم إثباته على الفور. هذا الخطر كان صارخا وواضحا،
وواضحا عمل جيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.